مساء الخير واهلا بيكم معانا في سهره جديده من العالم عالمين على شاشه سي بي سي. الناس كلها طبعا كانت في حاله ترقب ان هي تشوف النجم كريم عبد العزيز بيعود مره اخرى الى المسرح بعد غياب 20 سنه بمسرحيه السندباد، واللي بالشراكه مع اداره مهرجان العالمين وهيئه الترفيه في الرياض. فخلونا بقى نعرف التفاصيل كمان من مؤلفين المسرحيه، الاستاذ محمود نبيل والاستاذ محمد زيزو. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. منورنا. اهلا وسهلا. ازاي قدرتوا تقنعوا النجم كريم عبد العزيز انه يعود للمسرح بعد غياب 20 سنه؟ والله يعني هو احنا اقنعناه بقى بالورق، احنا كنا شغالين عليها من حوالي سنتين قبل اول عرض ليها في الرياض. كنا حاطين في دماغنا استاذ كريم، هو اول حد مش عارفين هنعملها ازاي طبعا، ان هو فكره ان هو بقى له 22 سنه بعيد عن المسرح، واخر حاجه كان عاملها حكيم عيون ومركز اكتر في السينما وفي الدراما، فحاولنا ان احنا نجتهد على قد ما نقدر في الورق وعشان يعجبه. فهو اكتر حاجه يعني هو الورق لما هيعجبه هو هيعمله ان شاء الله يعني، بس هو ده اللي كان في دماغنا يعني. يعني الحمد لله هو الفكره يعني لقيته، فاهم قصدي؟ هو استاذ جندي واستاذ كريم عجبهم قوي الموضوع، فخلاص بقى دن، خلاص هو الورق بقى بتاع استاذ كريم. احنا بنتكلم على نجوم كبار، ممثلين كبار، بنتكلم عن نجم كبير في الاخراج زي الاستاذ احمد الجندي طبعا، وانتوا طبعا. لما بيحصل ارتجال من الفنانين ده بيكون عن طريق مين؟ يعني بتوجيه من مين؟ او يعني لو الارتجال مدروس بيبقى عن طريقكم ولا عن طريق المخرج ولا اقتراح من الممثل؟ يعني ده بيطلع في البروفات، يعني مثلا بنعمل بروفة ففي حد جاله حاجة فبيستأذن أستاذ جندي فبيقولها فتمام زبطت خلاص هي بقت موجودة. مع البروفات والحاجات حد بيظبط عليها حاجة، فمن هنا لهنا بتبقى ايه خلاص بقى في سيكونس أو منطقة مثلا هنا. يعني بس دي يعني في ساعتها بتبقى كده. في العرض بقى بتبقى على حسب، يعني في مثلا اتقال النهارده لظروف معينه حصلت مش شرط انه يتقال بكره لو ما اتحققتش نفس التركيبه، يعني مش شرط انه يتثبت. على حسب، في حاجات بتبقى خلاص هي حلوه، هي حلوه فعلا من كل النواحي، مفيده للعرض وضحكها حلو ومخليها الايقاع احلى، فتمام هي دي ما حدش هيبقى عنده معاها ازمه يعني. واحنا مع بعض دلوقتي في العالمين وتحديدا في نورث سكوير، شايفين العالمين ازاي في يعني السنه الثانيه او النسخه الثانيه من المهرجان؟ الوضع اختلف تماما، يعني التطور سريع جدا، يعني الطفره اللي بتحصل بسرعه وبشكل ملحوظ، ف حاجه تبسط قوي، يعني حاجه تبسط ان احنا بنتطور بالشكل ده بالوتيره دي بالتفاصيل اللي بتحصل بكل حاجه، سواء فنيا يعني سواء على مستوى السياحه سواء حاجات كتير، فالواحد مبسوط جدا كمان. ايه رايكم في مسرح يو ارينا والتنظيم بتاعه والمواصفات العالميه بتاعته؟ اتفاجئنا طبعا ان المسرح ده موجود هنا في العالمين، مسرح تجهيزاته كبيره جدا كانه في مكان يعني مهم، زي اللي في موسم الرياض، زي اللي في القاهره، زي اي مسرح في موجود في اي مكان. تجهيزات حلوه جدا، الناس كويسه جدا، التنظيم فوق الوصف يعني. عايزين نشكرهم طبعا، نشكر الشركه المتحده ونشكر هيئه الترفيه طبعا. طيب خلينا نتكلم بقى عن ان المسرحيه كانت كومبليت من اول يوم عرض، يعني بتشوفوا المنافسه ازاي ما بين العروض هنا والعروض مع المسرحيات التانية اللي موجوده في المهرجان؟ لا احنا الحمد لله يعني احنا كومبليت امبارح وكومبليت النهارده وان شاء الله بكره. منافسه شريفه والله يعني. الحمد لله يعني منافسه شريفه. اول حاجه النجم كريم عبد العزيز طبعا يحسب لكم ان انتوا رجعتوه تاني او اقنعتوه تاني من بعد حكيم عيون، توفيق ربنا والله. مش اي حاجه تانية يعني، هو توفيق ربنا الحمد لله. اول حاجه اتكلم فيها معاكم ايه، خصوصا ان هو بيهتم جدا بتفاصيل كل شيء، خد بالك هو عيون مخرج في الاساس. فاهم طبعا. يعني هو كان في طبعا تعديلات، شويه تعديلات في الورق، احنا كان عندنا وجهات نظر، والاستاذ احمد الجندي برده كان عنده وجهه نظر، والاستاذ كريم برده كان عنده نفس وجهه نظر، فكنا بنحاول على قد ما نقدر في التعديلات دي كل وجهات النظر يتم تنفيذها وترضي الجميع يعني. وطبعا تعديلات استاذ كريم اكيد مفيده لاي حد يعني، احنا اتعلمنا منه وتعلمنا من الاستاذ احمد الجندي طبعا على المستوى الانساني والمستوى الفني. هو استاذ كبير طبعا، هو استاذ كريم يعني وكل نجوم العمل. عملية تسكين الأدوار والممثلين اختلفت عن العرض اللي كان في موسم الرياض؟ يعني حالياً اختلفت شوية. احنا مثلاً في أول مرة خالص في الرياض كان معنا أستاذ بيومي فؤاد وكان معنا أستاذ شيماء سيف، حالياً أستاذ سامي مغاوي وويزو.
بتبقى ليه التغييرات دي حصلت؟ هو بسبب ضغط الشغل يعني، هو كله ملتزم بشغل فهي المواعيد دايما ما بتظبطش، فهو يعني بيبقى توفيق المواعيد مش نافع او بيبقوا مرتبطين بحاجات تانية. فكرة بس المواعيد بيبقى فيه شغل تاني، بيبقى فيه حاجات، فهو بس عدم تظبيط المواعيد بس. وان شاء الله يبقوا معانا باذن الله تاني يعني باذن الله. على سيرة بيومي فؤاد، لما بنيجي نتكلم على الارتجال على المسرح بتتعاملوا ازاي معاه؟ يعني هل الارتجال ده بيكون اوريدي خلاص متفق عليه من البروفات اللي بتتعمل للمسرحيه، ولا انتوا بتتفاجئوا ان في ارتجالات بتطلع فجاه ومش موجوده في الورق من اساسه؟ هو في حاجات وحاجات، لا احنا ما اتفقناش يعني على كده. هو في يعني بيبقى في ارتجال متفق عليه وفي ارتجال بيطلع هو دلوقتي. يعني هو دايما عشان انا برضو ممثل يعني بعيد عن مؤلف، بيبقى في حاجات دلوقتي هي خلاص جت في دماغي دلوقتي فانا هقولها بقى، واللي يحصل يحصل مش مهم بقى. طب دي مش بتعمل ربكة للممثل اللي قدامك، لان انت بتديله كيو معين هو بيبتدي يقول؟ هو في البروفات بيبقى الموضوع خلاص احنا خدنا على بعض، عرفنا طريقه شغل بعض عامله ازاي، فالشخص اللي قدامي بيبقى عارف ان انا ممكن في الحته دي اقول حاجه مثلا، ممكن هيتعامل هو ازاي معاها. وبعدين الاساتذه اللي في المسرحيه اساتذه كبار طبعا، فبيعرفوا يتعاملوا تحت اي ظرف تحت اي حاجه يعني. هم كده كده يعني الاساتذه كلهم كوميديانات وكلهم عملوا مسرح كتير، فبالنسبه لهم خلاص يعني حد بقى ما افيه فبقى حلو، فحد جه في خياله حاجه تانية فزود على الافيه فبقت منطقه مثلا بتضحك فخلاص هنثبتها. طب احكوا لي بقى لما بيحصل ارتجال زي ما انتوا بتقولوا اللي هو وليد اللحظه كده على المسرح، ما ده مش بيعمل لكم ربكه كمؤلفين للمسرحيه؟ والله بس من الاخر كده يعني لو الناس ضحكت احنا تمام. اللي هو خير وبركه. طب لو ما ضحكتش هتعملوا ايه؟ استاذ جندي بقى كده كده هيقص المنطقه دي فتمام يعني. اوكي طيب. والله انا بالنسبه لي انا هتكلم كمؤلف ولا كممثل؟ كمؤلف. لا لسه احنا جايين لك في موضوع التمثيل. كمؤلف يعني هو ساعات بيبقى ده في مشاكل بسبب ان مثلا احنا بنبقى ماشيين في خط درامي معين، او مثلا محتاجين نوصل في المشهد ده معلومه معينه، فلازم اللي يتقال ده هيتقال. ساعات بيعمل مشاكل في لو هو ده اللي هيحصل يعني. فاوقات ثانيه طبعا بيبقى بالنسبه لنا يعني حاجه كويسه بسبب ان هو زي ما نبيل بيقول ان هو بيضحك الناس ووليد اللحظه وبيطلع من نجم، فالناس بتبقى دايما متقبله اي حاجه تطلع من نجم، فيعني يلا كلنا نرتجل يعني ونبسط الناس. طيب. وده هدفنا كلنا. طيب خلينا نتكلم عن السندباد. ليه اخترتوا السندباد وانتوا ما كنتوش متخوفين مثلا من الناس تقول لك يا عم دي قصه قديمه بقى، ده احنا متربيين عليها من واحنا اطفال، وايه الجديد اللي ممكن يتقال في السندباد؟ اتهرست في 100 فيلم قبل كده. هو احنا في الاول اول ما جات لنا فكره السندباد، جنب فكره السندباد كده كنا عايزين نغير فكره اللي متعارفه عند الناس، فكره اللي هي الناس كلها عارفه ان دي حدوته السندباد وزهقانين منها. فاحنا كان اول حاجه التارجت بتاعنا ان احنا نغير تماما الرؤيه بتاعت الناس دي، ان احنا نعمل حاجه جديده مختلفه. الاسم سندباد وفي جزء يعني صغير من السندباد، بس احنا غيرنا كل حاجه يعتبر يعني، خلينا الحدوته مختلفه تماما عن حدوته السندباد المتعارف عليها. يعني حقيقة. الحدوته مش بتخاطب الاطفال، ما نقدرش نقول ان هي مسرحيه موجهه للاطفال. لا هي بتخاطب كل الناس، كل الفئات يعني، سواء اطفال كبار عواجيز هيضحكوا يعني، كله هيضحك وهيفهم وهيتبسط. هي ما بتخاطبش الاطفال خالص لا. يعني احنا حاولنا نعمل خلطه كده ما بين فكره حدوته السندباد اللي من الف ليله وليله نجيبها عندنا، وفي نفس الوقت نعمل جزء من الثقافة المصرية تحديدا، يعني ان يبقى في شخصية عمر ابو الهول ده اللي هو بيبقى السندباد بعد كده، بحيث ان يبقى الموضوع خلطة كاملة يعني، جزء من التراث العربي بتاع فكرة شخصية من الف ليلة وليلة مع ابن الحارة المصرية البطل الشعبي يعني بتاعنا، بحيث ان الخلطة دي كلها في الاخر تتجمع تعمل اسطورة، بس في نفس الوقت متحقق فيها فكرة ان هي مودرن. طيب دلوقتي لو بنيجي نتكلم على كليلة ودمنة او بنتكلم على الف ليلة وليلة، بيكون القصص الهدف منها في الاخر هي عايزة توصل قيمة معينة انسانية، عايزة توصل رسالة معينة. هل انتم من الناس اللي بتشوفوا الفن مش معمول للرسالة، هو معمول للترفيه، ولا بتشوفوا انه مهما كان عنصر الترفيه قوي لازم يكون في رساله في الاخر؟ طبعا لازم طبعا يعني مهما كان عنصر الترفيه قوي لازم يبقى في رساله، لان في ناس تقول لك الضحك من اجل الضحك.
يعني دي مدرسه او الضحك في حد ذاته رساله. يعني هو يعني في بالظبط في مدارس ومدارس، بس احنا بالزبط. الحمد لله يعني برضو توفيق من ربنا اللي احنا كنا في دماغنا ان احنا لازم رساله. يعني هتطلع ازاي هتطلع منين، بس هو احنا لازم نقدم رساله في مضمون بيتقال في الاخر حتى لو جمله واحده، بس يبقى في رساله لكل الاشخاص المتواجدين. يعني اللي يتفرج يبقى يلاقي قيمه برضو انسانيه في في الموضوع. يعني نلاقي علاقه مثلا، يعني ده بيتحقق من علاقه عمر باصحابه، يعني تحوله خلال الاحداث ان هو يبقى بعد ما قعد في مدينه السندباد وبقى هو السندباد وحب الوالي وحب الامير وحب اهل البلد، فلازم هو كانسان يتغير. يعني الناس دي يعني علاقتهم ببعض خلته يتغير، فيبقى عايز ما بقاش الشخص اللي هو بدأ عليه الحدوتة في الأول، هو لا عايز يتحول يعني ويبقى شخص أحسن. في رحلة نضج هو عاشها وشبهتوه بالسندباد. يعني احنا مش عايزين نحرق قوي التفاصيل يعني، بس هو هنقول حاجه شبه كده شبه كده. طب انتوا مش عايزين حتى تقولوا ايه الرساله المين اللي بتوصلوها من المسرحيات كتير؟ يعني يعني هي الرساله بالنسبه لي انا المين بتاعه الموضوع انك مش لازم تبقى اسطوره ومش لازم تبقى حاجه كبيره جدا عشان تخدم الناس او عشان تساعد حد محتاج مساعده. عادي وارد انك تتحط في موقف حد محتاج مساعده وانت عايز تساعد حد، مش لازم تبقى اسطوره، مش لازم تبقى السندباد عشان تساعد اهل المدينه. مش لازم تبقى حاجه كبيره قوي عشان تساعد حد محتاج. يعني انا بالنسبه لي هي دي الرساله لمين يعني. ده بالنسبه له، بالنسبه لك ايه؟ نفس الفكره، يعني هو مش لازم تبقى بطل عشان يعني عشان تحقق الخير او يعني تمشي في طريق العداله. انت هي الفكره انه هو اختيار انساني. اي انسان اتحط في موقف شبه ده لو عايز يبقى انسان سوي بطل هيعمل الصح ببساطه شديده. القصص الخياليه بتوصل لخيال المشاهد من خلال الاذاعه ومن خلال انه بيشوف صوره على التلفزيون. التقنيات قدرتوا تعملوا ازاي بقى ده الابهار ده والخيال ده من خلال المسرح وتقنيات المسرح، يعني تجهيزات المسرح؟ يعني من الديكور اولا، المسرح عناصره واضحه، يعني في عندنا ديكور وعندنا ملابس وعندنا الاستعراضات، ومؤخرا بقى في فكره الجرافيكس ان احنا بقينا بنستخدم ليد سكرينز كده بتبقى باك جراوند بيتعرض عليها حاجات بتكمل الصوره. فاحنا يعني طبعا مع استاذ جندي وباشمهندس محمود صبري المهندس الديكور ودكتور نيفين رأفت برضو يعني اللي صممت الملابس، قدرنا نعمل الخلطه دي الحمد لله، ان يعني زي نعمل ليرز بالحاجات دي كلها وفي نفس الوقت يبقى فيها هارموني، الحاجات كلها تبقى راكبه على بعض، الإضاءة محققة الغرض منها وفي نفس الوقت الديكور والباك جراوند اللي ورا الممثلين اللي على الليد سكرينز بلس الموتيفات بتاعت الديكور اللي متصنعة، كل ده بيخدم على بعضه ومن نفس البلد فشكله حلو. واللي بيتفرج بقى حاسس ان الحاجات كلها متداخلة مع بعض. مسلسل جودر من المسلسلات اللي كانت في رمضان حققت نجاح كبير جدا، و وبصراحة يعني ناس كتير قوي استحسنت المسلسل وشوفنا قد ايه في خدع وجرافيكس وصور مبهرة وتقنيات عالية. شايفين ان المسرح ممكن يوصل للجودة دي من الصورة؟ طبعا 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 يوصل. أوكي. يوصل جدا يعني، وفي في عروض يعني اتعملت. هو في طريقه الى ولا لا في طريق طبعا كتير. في اوريدي عروض كتير اتعرضت فيها تقنيات جديده عالميه، اتحقق فيها هولوجرام، اتحقق فيها مابنج، اتحقق فيها كل التقنيات الجديده بتاعه المسرح اللي احنا بنشوفه دايما بره، بقى موجود متواجد عندنا هنا في مصر، وبقى متواجد في موسم الرياض، بقى متواجد في معظم المسارح. فده قريب جدا هيتحقق في كل المسارح فعلا، هنوصل للتقنيه دي من الجرافيك والتطورات بتاعه المسرح. يعني انتوا طبعا ورشه كتابه صح؟ انت كنت عايز تقول حاجه بالنسبه للجزء بتاع التقنيات ده. يعني احنا هقول لحضرتك حاجه، مثلا من حوالي 6-7 سنين المسرح ما كانش بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي تماما. ما كانش فيه كل التقنيات دي وما كانش فيه كل الامكانيات دي، فاحنا اهو بنتكلم في 5-6 سنين بقى فيه طفره غير طبيعيه يعني على مستوى الصوره، وبقى سهل ان هي تتحقق، وفي حاجات كتير قوي كانت بالنسبه لنا صعب تحقيقها بقى بمنتهى السهوله ده بيحصل. زي فكره الهولوجرام قدرنا نعمله هنا في مصر في عرض علاء الدين، وفي عروض كتير، وفكره المابنج حتى في مسرحيه مثلا ملك والشاطر، في حاجات كتير بقى بيتحقق فيها ده بشكل ممتاز،
ودي حاجه يعني تبسط وتخلي الواحد يقدر يفكر في على مستوى الصوره احسن من كده. بتوسع خيالنا اللي احنا بنفكر احسن، يعني هي التقنيات والحداثه اللي احنا وصلنا فيها دي بتخلينا مثلا كمؤلف خلاص بفتح خيالي بقى ان انا اي حاجه هحلم بيها تتحقق عندي يعني الامكانيه. بقى حاجه حلوه يعني. التحديات الموجودة في ورش الكتابة، وخصوصا انه في 100 رأي في يعني برضو اما أيوة واحد طبعًا. بيكون مركز أيوة أيوة أيوة. لوحده، بس احنا اعتبرينا واحد برضو زي الاسامي القديمة كلها بتاعت السينما، احنا واحد احنا طبعا في شوية اختلافات كده وخناقات يعني مش هنقول لكم عليها، بس يعني بنوصل في الاخر ان احنا ايه الصح للعمل ككل. يعني ايه التحديات اللي بتقابلكم فكرة ورشة الكتابة عامة، وايه الفرق ما بين ورشة التأليف المسرحي ورشة التأليف التلفزيون والدراما؟ ماشي، يعني هقول لحضرتك حاجة. في الأول هي فكرة إن إحنا ورشة دي بتاخد مننا وقت في بداية أي عمل، إن إحنا بنقعد نفكر كتير، يعني مرحلة النقاش بتاعت شكل الفكرة بقى الفريم العام للحدوتة اللي إحنا بنعملها بناخد فيها وقت، الشخصيات بناخد شوية وقت قبل ما نتفق على الشخصيات المين اللي في الحدوتة دي يبقى شكلها عامل إزاي، تفاصيلها عاملة إزاي. كل ده بنقعد نتناقش دايما ونختلف ونتفق، وطب لا نخلص النهاردة على كل واحد مثلا عنده وجهة نظر وقافش فيها، فنيجي تاني يوم طب ما بعد ما نبقى فكرنا في الكلام شوية طب ما كذا لحد ما نوصل، يعني خلاص نوصل لشكل متفقين عليه تماما، هو ده اللي هنفكر منه، فبيبقى ده زي خلاص ده القانون بتاعنا، شوية الحاجات اللي اتفقنا عليها دي ده الجايد اللي احنا ماشيين عليه للعمل ده. هل دي نفس الخطوات اللي بتتبعوها برضو في ورش الدراما والسينما؟ هي نفس الخطوات، يعني احنا انا ونبيل كاتبين برضو حاجات سينما ودراما، نفس الخطوات برضو، يعني بنختلف طبعا نقعد نتخانق نضرب بعض بتاع، بس الحمد لله بنوصل للاخر احنا بنتفق على حاجه، احنا اصحاب خلاص بقى، بنخلص الشغل بنطلع احنا اصحاب بقى يعني لازم. اول مره تيجوا العالمين السنه دي؟ انا اول مره، وانا اول مره. ما شاركتوا في اي انشطه زمان لما كنا بنروح البحر كنا نقعد نلعب راكت وكره طايره؟ في لعبتوا حاجه من دول؟ المصيف هنا ولا زمان؟ هنا. لا هنا ما لحقناش بقى عشان جينا على المسرحيه على طول، بس مبسوطين جدا العالمين. انا يعني اول مره في العالمين، مبسوط ومبهور جدا ان العالمين ده مكان موجود في مصر يعني وموجود في الساحل، فانا مبسوط جدا من التجهيزات ومن الحاجات اللي حاصله والنورس اريا وكل حاجه، مبسوط بيها جدا في العالمين، يعني مبهور فعلا مبهور. فكره ان يكون الانتاج مشترك ما بين المتحده وهيئه الترفيه وموسم الرياض، بتشوف ده بيفرق يعني ايه الفرق ما بينه وما بين انه يبقى في انتاج من جهه واحده؟ والله هو يعني لا ده كالبريشن لطيف جدا ان هو يطلع يعني يطلع لنا حاجات، ما يبقاش الموضوع مختصر ان في ناس مثلا بتعمل حاجات هنا وناس بتعمل حاجات هناك، ده اوبشن ان احنا الجمهور يعني يشوف يتفرج هناك في السعوديه ويتفرج هنا في مصر، ويبقى في تعاون، يعني ان والله احنا مثلا المتحده بتعمل بروجكت ما فالناس تشوفه هناك، وهناك بيتعمل بروجكت ما فيتشاف هنا، فدي حاجه تخلي العبود بيتسوقها بشكل احسن، تخلي الناس تتفرج برضه بشكل اكبر، فدي حاجه حلوه جدا. مكسب طبعا، هو مكسب كبير لينا يعني، وعمل ربط ما بين الشعبين وما بين الفن هنا والفن هناك، بقى كله متواصل مع بعضه يعني. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن مساعد مخرج في الاساس وبنتكلم عن ممثل، دخلتوا الكتابة ليه او ازاي؟ يعني ايه علاقة ده بده ان انتوا تقرروا تكتبوا او تألفوا مسرحية؟ والله يعني انا بالنسبه لي انا بحب الكتابه، بحب يعني مش بحبها لدرجه التمثيل طبعا، بحب التمثيل اكتر، بس انا بحب الكتابه يعني فيها في هوايه وشغف كده بحسه في الكتابه، فكره انك تعملي عالم وتخلقي فيه شخصيات. ايه الاعمال اللي شاركت فيها كممثل؟ كممثل موسى، مسلسل موسى مع محمد رمضان، اخراج الاستاذ محمد سامي، زينهم استاذ احمد داوود، اخراج استاذ يحيى اسماعيل، اولاد عابد اخراج استاذ اكرم فريد، كتيبه 101 اخراج استاذ محمد سلامه، مين قال اخراج استاذه نادين خان، في فيلم بقى جاي ان شاء الله الفستان الابيض اخراج استاذه جيلان ابو عوف.
طب هاي ومسلسل بتاع استاذ يحيى بقى، ما انا مش عايز احرق بقى، ما تخليناش نحرق كل حاجه، احنا بنخلي في كروت نلعب بيها بعد كده. طب انت كممثل شايف انه موهبه الكتابه عندك او التاليف بتفرق معاك في ادائك؟ طبعا ازاي؟ انا اكتشفت ده اثناء المسرحيه لما كنا بنكتب المسرحيه في التو واي، يعني في التمثيل استفدت من الكتابه وفي الكتابه استفدت من التمثيل، لاني وانا بكتب بشوف بعين الممثل مش بعين المؤلف بس، يعني أوكي. انا بحس الممثل دلوقتي هل الجمله دي مثلا هينفع يقولها دلوقتي ولا مش هينفع، هتبقى على لسانه سهله، هينفع تبقى ماشيه معاه ولا لا، ده بدماغ الممثل. لما اجي مثلا انا في التمثيل ببقى شغال بدماغ المؤلف برضو، فكره ان انا لو عايز كاريت حاجه فما بكريتش حاجه بره الدراما، لو عايز ارتجل حاجه ما برتجلش حاجه بره الدراما، بيبقى كله يعني متناسق مع بعضه، فانا استفدت هنا واستفدت هنا. يعني ده اول عمل ليك كمؤلف اللي هو السندباد ولا الفت قبل كده؟ يعني هي في حاجات قبل كده بس ما طلعتش للنور يعني، وكانت ورش كتابه بس، ده اول حاجه تطلع للنور. ورش كتابه دراما ولا سينما؟ دراما. واول عمل مسرحي هو السندباد. هو السندباد. السندباد. مساعد مخرج برضو، ايه علاقته بالكتابه؟ ما هي لفه طويله يعني، انا في معهد فنون مسرحيه قسم نقد دراما، ففي البدايه اصلا درست دراما، يعني درست فكره التاليف وبنى الدراما ازاي وكده. انا اصلا من الاساس بحب الاخراج من مسرح الجامعه بقى ومن قبل ما ادخل المعهد وكده، فكنت ماشي في الوي ده، وبعد كده اشتغلت مساعد مخرج. بس برضو فكرة الكتابة دايما يعني من اول الجامعة خالص وانا بحبها، بحب ان احنا نعمل، كنا في الاول يعني زمان في الجامعة دي نعمل سكتش احنا مع بعض كده نألفه او نرتجله يعني، وخلاص هو ده. بعد كده في المعهد، ثم بعد كده حتى يعني في المسلسلات، في اوقات كده بنبقى مزنوقين في حاجات فبيبقى خلاص، طب ما عايزين هنا حاجه فنحاول نالف حاجه بسرعه وبتاع. من هنا بقى خلاص بقى قررت ان لا، ما طب ما مركز في الموضوع اكتر واشتغل على ده، وبقى يعني اذاكر شويه اشوف الدنيا ناقصني ايه بتاع، لحد ما خلاص بقى بالنسبه لي حسيت ان احنا يعني انا في حته تمام، وحسينا انا وزيزو كمان ان احنا خلاص جاهزين ناخد الخطوه، فبدانا مع بعض كده واحده واحده نشتغل على حاجه كذا حاجه لحد ما طلعنا السندباد والحمد لله. بعد تجربه السندباد وكل القصه اللي حكاها محمود، وان انتوا قعدتوا ولقيتوا ان انتوا جاهزين ويلا هنعمل البروجكت ده، هل كل واحد فيكم بيفكر ان هو مثلا يتخصص في التاليف بس، يعني تتخصص في التاليف وتسيب الاخراج، وانت كمان تتخصص في التاليف وتسيب التمثيل ولا لا؟ يعني انا مش عارف والله، بس انا لو خيروني هختار التمثيل طبعا. هو شغف. بس انت لو قادر شغف الاول والاخير. طبعا. انا حابب جدا اكون في الاثنين يعني. مش يعني بيعمل لك لخبطه تحس لا خالص، ما قلت لك انا بستفاد من الاثنين يعني، لو انا هنا بستفاد وانا هنا بستفاد. أوكي. بيفيدني في التو واي يعني. بس انا لو لا قادر طبعا اعمل كده، ومبسوط ان انا عارف اعمل ده يعني، الحمد لله رب العالمين. محمود، تجربه التاليف هل هتخليك تبتعد عن الاخراج ولا تقدر تعمل الاثنين مع بعض؟ لا بالعكس، هي بالنسبه لي بتحمسني اكتر للاخراج يعني، نفس الفكره اللي بيتكلم فيها زيزو. وانت يعني انا كمساعد مخرج انا دايما بتفرج على الممثلين وببقى شغال في مسلسل او فيلم او واتيفر يعني، بيبقى حدوته، فانا بذاكرها كويس جدا يعني، فببقى شايف التفاصيل اللي ينفع تتزود، فيعني فكره التاليف دي بتخليني اقدر اظبط مثلا لو في حاجه عايز اظبطها اقترحها على المخرج ككتابه، وفي نفس الوقت انا ببقى شايف بقى الممثلين، شايف حتة تانية للتوجيه عاملة ازاي، كل ده يعني التأليف ما خليني شايف بقى حاجات ما كنتش شايفها في الأول، بقيت بشوفها بشكل أحسن، ازاي أوجه الممثلين، ازاي ابني الحدوتة من الأساس، ازاي كمخرج بقى ازاي اشتغل على ورق، عندي ورق خلاص عايز أعمله، فإيه التفاصيل اللي محتاج أظبطها فيها كمخرج، إيه الحاجات اللي محتاج أوجه الممثلين إن هم ياخدوا بالهم منها من البداية. فبالعكس يعني الكتابة بالنسبة لي خطوة مهمة جدا اتجاه الإخراج، ان انا اتطور فيها بشكل كويس، فخلاص لما اجي اخرج ابقى مقفل حتة الورق دي، ما يبقاش عندي اي ازمة اتجاه اي ورق هعمله. لو اخترت ورق ابقى مذاكره كويس. طموحكم ايه بقى للفتره اللي جايه؟ والله نفسنا نكسر الدنيا كلها باذن الله. باذن الله يعني. لا يعني دي اجابه جنرال قوي، لا يعني حدد اكتر من فضلك. يعني مش عارف والله، بس يعني هو كل اللي يجيبه ربنا احنا تمام. انا بالنسبه لي انا مبسوط يعني جدا. يعني زيزو نفسه يوصل لفين؟ نفسه يعمل ايه؟ مش عارف يعني، هو ده يعني نفسي احقق حلمي، سواء في التمثيل
نفسي احقق حلمي انا اكون نجم كبير باذن الله زي الاستاذ كريم عبد العزيز والنجوم الكبار اللي موجودين حوالينا دول اللي احنا بنحبهم وتربينا عليهم، استاذ عادل امام واستاذ احمد زكي طبعا. بعشق استاذ احمد زكي طبعا طبعا. فانا نفسي ابقى حد يعني ممثل كبير، ونفسي ابقى مؤثر، نفسي ابقى على مستوى العالم مش بس مصر، نفسي ابقى شخصيه مؤثره زي محمد صلاح. مش عارف والله هنروح لفين، بس الواحد يعني كده كده متعشم في ربنا خير يعني، بنجتهد بنحاول نعمل اللي علينا. انا بيقول قول ما تتكسفش ان انت عايز تزود الاجر وبتاع، قول انا لسه عادي يعني تمام. مشاكل انتاجيه دي يعني بنحاول، لا كده كده الواحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه وربنا شايف يعني، وربنا فيه جدا بصراحه يعني. اكيد على قد ما بتجتهد وعلى قد ما بتسعى وبتحاول ربنا بيجازيك على ده. يعني لا ان شاء الله احنا حدودنا العالميه يعني، هنجتهد لحد ما نوصل لده باذن الله. محمود نبيل، محمد زيزو، مؤلفين مسرحيه السندباد، بشكركم شكرا جزيلا وبتمنى لكم التوفيق. نورتونا. شكرا لك. مشاهدينا خلصت سهرتنا النهارده من العالم في العالمين على شاشه سي بي سي، منتظركم في لقاءات اخرى، تابعونا.